لم يمنع الجدل بشأن مدى دستورية إجراء محاكمة لعزل رئيس انتهت فترة حكمه النواب الديمقراطيين من المضي قدما في محاكمة تاريخية ثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مبنى مجلس الشيوخ في واشنطن. وانتهى اجتماع تنظيمي بين زعيمي الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ باتفاق على أن تجري المحاكمة بأقصى قدر من العدالة والنزاهة والشفافية. الهيكلية التي اتفقنا بشأنها عادلة جدا، أن يصدر حكم بعد الاعتداء الحقير على الكونغرس إذا كنا نرغب في مصالحة، أما إذا كنا نتلاعب فهذا لن يحقق شيئا. أنا سعيد بتمكننا من التوصل إلى اتفاق بشأن آلية عادلة للمحاكمة ورسم جدول زمني تقديري لمحاكمة الرئيس السابق وبموافقة دفاعه ومدعي مجلس النواب. 9 نواب من الديمقراطيين يمثلون الادعاء في المحاكمة لإقناع المحكمة بأن خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبيل اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير كان خطابا تحريضيا، ويتحمل الرئيس السابق مسؤولية العنف الذي حدث في يوم كان نواب الكونغرس بصدد ترسيم نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس جو بايدن. ويتطلب إقرار عزل أي رئيس أمريكي 67 صوتا من أصل 100 في مجلس الشيوخ بحسب القانون الأمريكي. لائحة التهم الموجهة ضد دونالد ترامب تتمحور أساسا في التحريض على التمرد، وقد تأخر دفاع الرئيس السابق في الرد عليها ضمن ما يعرف بالدفوع الثانية إلى غاية اليوم الذي سبق المحاكمة حين سلموها في أكثر من 70 صفحة ركزت على رفض تهمة التحريض في خطاب 6 يناير. وأكد الدفاع أن الرئيس السابق لم يقل شيئا من هذا القبيل، بينما يشدد الديمقراطيون على أن مخاطبته أنصاره بعبارة الكفاح المستميت يعتبر دعوة واضحة للتمرد. في هذه المرحلة يركز دفاع ترامب على الأمور الإجرائية والشكلية، فهم لا يريدون الدخول في مناقشة ما إذا كان ترامب قد حرض أنصاره لاقتحام الكابيتول، وسيركزون على أن المحاكمة ليست دستورية. كما تتضمن دفوع الرئيس ترامب ودفاعه وعدد كبير من الجمهوريين رفضا قاطعا أن يحاكم الرئيس السابق في مجلس الشيوخ من أجل العزل وقد انتهت فترة حكمه، معتبرين ذلك غير دستوري. وفي هذه النقطة يشدد الديمقراطيون على أن الذي يعتبرونه جرما قد وقع خلال فترة ترامب الرئاسية، ثم أن بداية إجراءات العزل قد بدأت قبل مغادرته البيت الأبيض. أصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يتعرض لإجراءات العزل مرتين، وأول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يتعرض لإجراء للعزل بعد ولايته الرئاسية، وتقام له محكمة من أجل العزل وإسقاط صفة الرئيس داخل مجلس الشيوخ. يأتي ذلك ضمن مساع حثيثة من قبل الديمقراطيين، ولكن ذلك لا يبدو في المتناول بحسب كثيرين. خليل بن طويلة، الحرة، واشنطن.